اللهم اجعلنا من الشاكرين. الله فيه بتجليات وعطاءات يصيب بها قالوا فأحسنوا وأدوا فأخلصوا وعرفوا كيف يقفون بالعتبة ويسلكون مسلك السؤلل والفلاح والسليم. وإن أعظم ما ينبغي أن يكون منتهى رجاء المؤمن ورضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدتنا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة. تهنئة لجميع سكينة الترجمة وجهة الخصوص وعلى الشرعية اليوم عيد تقدم عيد مبارك سعيد عيد مدخل والله يتقبل الصلاة ديالو والقيم ديالو والله يجعل هذا البلد أمن إن شاء الله. وكذلك لابد أن أتوجه لخمس عبارات المهنيين ديال هذه المدينة والجهة ديالنا في هذه الأجواء الرهبانية يحتفل المغاربة جميعا والعالم الإسلامي في هذا اليوم المبارك السعيد بانتهاء شهر رمضان، ويلتمسون أو يرفعون أيديهم للعلي القدير أن يتقبل منهم صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعل فضائله وما فيه من خيرات في صحة مولانا أمير المؤمنين حامد الملة والدين. هذه المناسبة السعيدة ديال عيد الفطر السعيد تنتقدموا التهاني إلى صاحب الجلالة وصاحب الشريفة وإلى جميع ساكنة مدينة طنجة. تحلي في هذه المناسبة الفرصة باش نبارك لجميع الساكنة ديال مدينة طنجة عيد ديال الفطر المبارك ومعبره جمعاء بهذا اليوم الكريم، واللي وفقنا الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر رمضان المبارك من صيامه وقيامه وسائر الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى المزيد من الأعمال الصالحة خلال جميع السنوات. شكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك سعيد لجميع الطنجاويين والطنجاويات، طبعا انتم كأسرة إعلامية نحييكم على تغطية هذا الحفل ديال عيد الفطر اللي هو عادة سنوية نجتمع ونصلي صلاة العيد نتبارك جميعا ونتراحم، وهذا هو أهم ما كاين في هذه السنة الحميدة هذه. عيدكم مبارك سعيد، نتمنى جميع الطنجاويين والطنجاويات إن شاء الله الفلاح، واللي داخلين أيضا الامتحانات اللي دوزوا البكالوريا التوفيق والنجاح إن شاء الله، ولا اللي عاد غادي يدوزوا في باقي المسالك إن شاء الله التوفيق والنجاح. والسلام عليكم. مخيم مبارك ديالكم، تحية الشمال من مبارك سعيد. اللهم اغفر لنا ولكم ما تقرب لصالح عملنا وعملكم، ان شاء الله يا ربي العيد هذا يبعد عنا وعنا بلدنا.